الحمد لله على السلامة يا دكتور عماد. ايه بقى، ناوي تستقر هنا ولا راجع تاني؟ لا استقر ايه، انا جاي مصر اجازه قصيره وراجع. انت عارفه ظروف الشغل هناك ما بترحمش، وبصراحه كده انا جاي اخدك معايا نرجع سوا. لا انا خدت قراري خلاص، انا لا يمكن هسيب مصر ابدا. قولي بقى، اخبار الزملاء في المعهد ايه؟ تمام، كله تمام. وانت مبسوطه هنا؟ يعني الامور ابتدت تمشي الحمد لله، وابتديت اخد على الجو. كويس. وبتشتغلي ايه بقى في المركز هنا؟ فصل المواد بالليزر، ماتيريال بلاتينج في الميكروشيبس. معقوله؟ وايه الغريب في كده؟ انت ناسيه يا دكتوره انت اشتغلتي في ايه ووصلتي لايه في مجال الطاقه النوويه واحنا في المانيا. واللي بشتغل فيه برضه مهم جدا بالنسبه للصناعات الالكترونيه. حضرتك عارف ان مصر مهتمه جدا بالتكنولوجيا في الاتصالات والصناعات الالكترونيه. ما قلناش حاجه، بس انت دكتوره كده عامله زي واحد خد الدكتوراه وبعدين رجع يذاكر تاني علشان ياخد شهاده الاعداديه. يا دكتور عماد، انت عارف كويس قوي اني عمري ما بصيت ولا اهتميت ولا عملت اي اعتبارات لحاجات اللي زي دي. دكتوره نوال، انا هكون مباشر جدا وصريح معاكي، انا مش جاي مصر في اجازه، انا جاي مخصوص عشانك انتي. في كلام كان اثير زمان في المعهد ورجع يثار اليومين دول، خصوصا بعد الاداره ما اتغيرت. كلام ايه؟ كلام بخصوص النتائج اللي وصل لها الدكتور مختار الله يرحمه قبل ما يموت. النتائج كلها في المعهد واتنشرت كلها في النشرات العلميه. انا مش بتكلم عن المعلومات دي يا دكتوره، وانت فاهماني كويس. انا مش فاهمه يا دكتور عماد انت بتتكلم عن ايه. انا بتكلم عن النتائج اللي اخفاها الدكتور مختار عن المعهد. الكلام ده ما حصلش، وكل دي محاولات لتشويه صوره الدكتور مختار. وحضرتك عارف كويس قوي ان الدكتور مختار كان مترشح لجائزه نوبل كذا مره واتامروا عليه. انت متاكده من اللي بتقوليه ده؟ ايوه متاكده. احب افكرك يا نوال ان نتائج اي بحث علمي مش ملك العالم اللي اشتغل فيها لوحده، انما ملك للبلد اللي وفرت له المناخ العلمي ده، ملك لستاف ضخم اشتغل معاه لسنين طويله. بالاضافه كمان ان الموضوع له ابعاد سياسيه لا تخفى عليكي. دكتور عماد انت بتكلمني بطريقه انا ما اقبلهاش. اولا بتتكلم وكانك متاكد ان الدكتور مختار وصل لحاجه وخباها عن المعهد، وده انا متاكده انه ما حصلش. ثانيا والاهم انك متخيل ان النتائج اللي وصل لها الدكتور مختار تدهني، وده طبيعي ما يحصلش. ان حضرتك عارف ان اي عالم بيوصل لحاجه بيسجلها الاول في المعهد، وزي ما انت قلت وكلنا عارفين ان اي نتائج بتبقى ملك المعهد اللي وفر المناخ المناسب ليها. ثالثا حضرتك بتكلمني باسلوب تهديد انا ارفضه. اعوذ بالله، انا اهددك؟ لا انا ما اقصدش كده ابدا، واسف اذا كان الاحساس ده وصل لك. انا في النهايه زميل ودكتور واستاذ جامعي زيك بالظبط، ودي مش شغلتي، انا مجرد وسيط بينك وبينهم، بحاول يعني أقرب وجهات النظر. تعرف يا دكتور عماد، زي ما أنت بتقول إنك جاي تتأكد من معلومة هم عايزين يتأكدوا منها، لكن زيارتك دي بقى أكدت لي أنا معلومة مهمة أوي. أكدت لك إيه؟ إن الدكتور مختار ما ماتش في حادثة قضاء وقدر زي ما قالوا. الدكتور مختار اتقتل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا دكتور أحمد. أهلاً وسهلاً. الدكتور أحمد نصر الدين رئيس المركز. الدكتور عماد سليم عالم بس ألماني. ألماني قوي يا دكتور أحمد. يا حبيبتي يا نوال يا بنتي، ده أنت شايلة هم كبير قوي. بقى البنت الحلوة الدلوعة اللي كانت تعيط من أقل حاجة وتتكسف من خيالها تبقى كده اهو. ياما الدنيا بتعلم يا ماما نونا. الخوف اللي أنا كنت عايشة فيه طول عمري خلاني بقيت فايقة على طول، عصبية طول الوقت، بدافع عن نفسي وعن حياتي وعن ولادي، خلوني نسيت إني ست. والراجل اللي كان جالك من ألمانيا ده كان عايز إيه؟ كان عايز ياخد عصارة مجهود الدكتور مختار الله يرحمه على طبق من فضة. والدكتور مختار كان سايب ايه؟ ك
كان سايب سيديهات فيها معلومات مهمة قوي عن الطاقة النووية. ودي شايلاها فين يا نوال؟ شايلاها هنا في البيت. يا لهوي، لا اعملي معروف لحسن تنفجر فينا زي هيروشيما وناجازاكي. تنفجر فينا بس ازاي يا ماما؟ دي مجرد معادلات واحصائيات متسجله على سيدي. طب يا بنتي، ما دام هي حاجه خطر كده، ما تديها بقى ليهم وتخلصي. عايزه اكمل مشوار الدكتور مختار الله يرحمه. ربنا يحميكي، ربنا يكملك بعقلك ويبعد عنك الحاجه الوحشه يا رب.